أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد الله أكبر ما تعارف الناس وتعارفوا وعلى الخير تعالوا وتكاتفوا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله أيها السعداء بالعيد هذا يوم عيد سعيد تستقبلونه بعد صيام شهر رمضان وقد تزودتم بالتقوى والإيمان فإن خير الزاد التقوى فبالتقوى يتفاضل الخلق أجمعون وبها عند الله يكرمون قال سبحانه يا تبسمك في وجه اخيك
أعطيك لك صدقة. ومما يقوي أياس رفع عرض المتآلم معاملة الناس بالأخلاق الحسنة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، وذلك من كمال الإيمان وتمام التقوى والإحسان. وعيدنا يا عباد الله، عيد مودة وتعاون، نملأ من بهجة بيوتنا ونصل أرحامنا ونحسن إلى الفقراء والمساكين، وندخل السرور على اليتامى والأرامل والمحتاجين لتكتمل الفرحة في عندنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا كريم ويا منان يا عظيم الإحسان، نسألك أن تجعل عندنا هذا عيد سعادة واطمئنان. اللهم أعد على دولة الإمارات بالخير والزيادة، وعلى العالم أجمع بفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه ولي عهده الأمين وإخوانه حكام الإمارات بما تحبنا وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخل بفضلك فسيح جناتك، وارحم شهداء الوطن وأجزل مثوبتهم، وارفع في الجنة درجتهم. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أسعد أيامنا وبارك أعمارنا ووسع أرزاقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها المؤمنون، كل عيد وأنتم بخير. Thank you.